أعلنت فصائل من المعارضة المسلحة في سوريا على رأسها جبهة فتح الشام، أعلنت الاندماج في كيان واحد تحت مسمى هيئة تحرير الشام. وجاء في بيان بثته الفصائل المندمجة أن المسمى الجديد سيكون تحت قيادة قائد أحرار الشام السابق المهندس هاشم الشيخ أبو جابر، فيما يتولى أبو محمد الجولاني منصب القائد العسكري في محاولة منه لتلميع صورته والظهور بمظهر غير الساعي للسلطة. معي من الحدود السورية التركية إبراهيم الإدلبي، مستشار الإعلامي لفصائل جيش الحر في الشمال السوري. أهلا بك معنا اليوم عندما نتحدث عن هذا الموضوع إبراهيم. هذا الاندماج كيف يقرأ على الأرض ووفق متابعتك كأبرز أسباب القادة الذين يستهدفوا مثلا كما يقول كثيرون، إلى أي درجة يعد سببا رئيسا في هذا؟ طبعا اهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. بدايه جبهه النصره او كما تعرف جبهه فتح الشام حاولت ايضا تغيير اسمها وتوريط قسم كبير من الفصائل معها بعمليه الاندماج الاخيره ضمن ما يسمى هيئه تحرير الشام، بعد اندماج حركه نور الدين الزنكي وايضا جزء كبير من حركه احرار الشام وايضا جيش السنه الذي اصدر بيانا من البارحه نفى فيه علاقته بهيئه التحرير، اضافه الى بعض الكتائب والالويه العامله في شمال سوريا جلها مصنف على قوائم الارهاب. جبهه النصره ايضا قامت بالاندماج مع بعض الفصائل الغير مصنفه من اجل ايضا توريط الساحه الشاميه باكبر عدد ممكن من الفصائل المصنفه على قوائم الارهاب وايضا اعطائها طابع الارهاب، وهذه خدمه للنظام تقدم بشكل علني وصريح من اجل ذريعه النظام التي يتزارع فيها المحافل الدوليه انه يحارب الارهاب المتمثل بالتكفيريين على حد قول النظام. تقدم جبهه النصره بمشروع هي طبعا تحرير الشام والتحاق هذه الكتائب فيها اثبت للنظام وروسيا خدمه لن ينسوها لها من خلال طبعا عدم استهدافهم عبر الطيران التابع لقوات النظام او حتى الطيران الروسي الذي لم ينفذ ولا غار على مواقع ان كان جبهه النصره او هذه الفصائل التي ذكرت، انما كان جل الغارات الروسيه على مواقع الجيش السوري الحر وايضا على المدنيين من جهات اخرى. الجيش الحر غير بهذه نقطه، ولكن من حيث التعامل على الارض، تعامل عسكري والرفض طبعا الذي كنا نشهده خاصه في الاونه الاخيره يوميا، كيف تتوقعون ان يختلف الاداء أو أن يشكل هذا ضغطا أكبرا بطبيعة الحال ضغطا أكبر على فصائل الجيش الحر المعتدلة؟ طبعا في بداية الأمر هذا التشكيل الذي تحدثنا عنه هو هيئة تحرير الشام، هو تشكيل ولد البارحة من عبارة عن الفصائل التي ذكرتها منذ قليل، أي لم يعرف خير من شره، ولكن المعطيات على الأرض التي تقول أن هيئة تحرير الشام التي لا تزال تمارس عملية، يكفي انه على راس فتح الشام، لا نعم يكفي انه على راسها، على راس هذا الاندماج فتح الشام، اليس كذلك؟ يعني هذا يعطي صحيح يعطي عناوين مهمه التي تقوم فيها هيئه تحرير الشام بعد ان تشكلت هذه المظله على صقور الشام، على جيش المجاهدين، على جيش الاسلام في شمال سوريا. اليوم هناك حملة اعتقالات طالت عدد من القادة في شمال سوريا، نتحدث عن قائد الفوج الأول الذي خرج من مدينة حلب في طبعا من الحياة الشرقية بعد حصار دام أكثر من 140 يوم، إضافة إلى مداهمة المكاتب الإعلامية التابعة للفصائل العسكرية من قبل هذه الهيئة. نلاحظ أن الهيئة أعلنت الحرب على مؤسسة الجيش الحر بعد تشكيلها بيوم واحد، يبدو أن هذا المشروع كان قد نسق له من قبل أيضا قبل الإعلان بفترة زمنية طويلة، خصوصا أن الساحة كانت ستشهد اندماجين، الأول هو هيئة تحرير الشام والاندماج الآخر الثاني هو اندماج فصائل الجيش السوري الحر الذي عطلته أيضا جبهة النصرة بالوكالة من خلال بعض الكتائب وأيضا الفصائل التي كان من المفروض أن تندمج في التشكيل الثاني وهو جبهة تحرير سوريا أو كما كان يعرف وكما كان سيطلق عليه في حال تم تشكيله. إلى الأسف أن طبعا الاندماج الثاني أو اندماج فصائل الجيش الحر الذي عطل من قبل جبهة النصرة وكتائبها والبيئة التي حاولت الدخول في هذا المشروع طبعا تمكنت من وائد المشروع بشكل مبدئي، لا أتحدث عن نهاية الأمل، فالأمل لا يزال قائم لدى الجيش السوري الحر الذي يقاتل تحت راية علم الثورة. سؤال أخير إبراهيم، اليوم ما أهم ما نتحدث فيه عنه على الأرض من خلال الخسائر التي منيوا بها، ما أهم ما نتحدث عنه
الذي جعل هذه الفصائل تدق ناقوس الخطر وتقوم بهذه الخطوة، خطوة الاندماج كهزائم نتحدث عنها اليوم على الأرض؟ تماما، ان خساره مدينه حلب والاحياء الشرقيه في مدينه حلب كانت هي فارق تاريخي في المعادله في الثوره السوريه. هذا ما جعل القياده العسكريه في الجيش السوري الحر تعيد قراءه الموقف على الساحه الدوليه وعلى الساحه الداخليه، ويقتضي الامر ترتيب الاوراق والاندماج بمؤسسه كامله بغض النظر عن التسميات، مع حل التسميات طبعا بشكل كامل والاعتراف بمبادئ الثوره والعلم الثوري، وايضا محاربه كل تنظيم يرفض الاندماج تحت رايه علم الثوره الذي كفن فيه اكثر من نصف مليون مدني شهيد ومقاتل من الجيش السوري الحر على الاراضي السوريه. خروج هيئه تحرير سوريا التي سبقت خطوه لها طبعا فصائل الجيش السوري الحر بهذه العمليه هي فقط من اجل افشال اي مؤسسه عسكريه نابعه عن الم الشعب وصراخه في الداخل من اجل استمرار المعارك. نلاحظ ان اغلب المشكلين لهيئه تحرير سوريا هم من الرافضين وقت اطلاق النار الذي وقع في انقره، ولكن خلال الفترة من 29 شهر إلى تاريخ اليوم أكثر من 11 يوم لم نشهد أي معركة أو أي جبهة كانت قد فتحتها هذه الفصائل التي بدأت بعملية المزاودة وعملية الحرب الإعلامية على الفصائل التي وقعت على وقت إطلاق النار من أجل حماية وإيقاف شلال الدم في سوريا. إذن من هنا تبدأ المزاودة ويبدأ المشروع الذي إبراهيم إدلبي، لا أعرف إذا تسمعني، من الحدود السورية التركية، مستشار الإعلامي لفصائل الجيش الحر بالشمال السوري، شكرا لك.